أهلا وسهلا بسكوب بوكس في ستوب 5 لأجمل 5 أفلام بننصحكم تحضروها على الام بي سي 2 هالأسبوع. بنبدأ بالمرتبة الخامسة مع فيلم من بطولة ومن إخراج أدوارد نورتون. حضروا معنا Motherless Brooklyn الخميس ب 11 ماي الساعة 11:30 بتوقيت السعودية. بالمرتبة الرابعة بيطل علينا نجم شهر ماي ليام نيسن بأحد أنجح أدواره طبعا تيكن 3 الجزء الثالث من السلسلة. الثلاثة ب 9 ماي الساعة 11 بتوقيت السعودية. I'm going to finish this. بالمرتبة الثالثة ماما ميا Here We Go Again السيكول للفيلم الشهير كمان هالمرة مع ميرل ستريب وبيرس بروزنون وأيضا ليلي جيمس بالدور الرئيسي. حضروا الخميس ب 11 ماي الساعة 1 الصبح. Look at me now. Will I ever learn? بالمرتبة الثانية منشوف النجمتين أنا كندريك وبليك لايفلي بفيلم ظريف جدا عنوانه A Simple Favor على ام بي سي 2 السبت ب 13 ماي الساعة 9 بتوقيت السعودية. وبالمرتبة الأولى لأكبر توصية على الام بي سي 2 هالأسبوع الفيلم أدابتيشن للسلسلة التلفزيونية الشهيرة داونتون أبي. حضروا معنا التنين ب 8 ماي الساعة 11 بتوقيت السعودية.